بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلاب حياكم الله. عندنا مسألة هنا، مسألة النهايات، مسألة جميلة جدا وبتيجي كثير في الامتحانات. بقول لك الليمت لما الإكس تقول لواحد، وأعطيك هنا إكس تربيع زائد تلاتة إكس ماينس فور مقسوم على إكس زائد واحد. كل القيمة ديت، قيمة النهاية كلها بتساوي خمسة. عاوز أعرف قيمة الإيه، وعندك أربع اختيارات: إيه سالب واحد، بي واحد، صفر، وأربعة. أوكي، احنا لو جينا عملنا اللي هو ال direct substitution، لو جينا عملنا تعويض مباشر، عوضنا ال x هنا بيساوي واحد، وقلنا لك ادا ال limit اما x اقترب من الواحد، هتعوض عن x بواحد، يبقى انت عندك ادا واحد اس اتنين زائد تلاتة في واحد ناقص اربعة على مين؟ على x زائد كام؟ x زائد واحد اللي هو كام؟ اللي هو هيكون صفر زائد ايه. اوكي، هتجي تبص عندك هنا في المقام، بس بص عندك في المقام هنا على واحد زائد ايه، هنا واحد. اوكي، لان الاكس بواحد، هتلاقي عندك في المقام هنا بيساوي كام؟ صفر. هتلاقي عندك هنا في البسط عفوا بيساوي صفر. هتجي تعوض واحد زائد تلاتة، واحد اس اتنين بواحد زائد تلاتة ناقص اربعة، واحد زائد اربعة ناقص اربعة بصفر. هو عندك البسط، البسط بصفر، فطبيعي طبيعي يكون المقام بيساوي كام؟ المقام بيساوي صفر. يعني انت هتقوم قايل ان الواحد زائد الايه بيساوي كام؟ بيساوي صفر. يعني الواحد هنا بيساوي ايه؟ يعني الايه بيساوي ايه؟ الواحد زائد الايه بيساوي صفر. يعني الايه بيساوي كام؟ الايه بيساوي سالب واحد. اوكي، مسألة سهلة بسيطة جدا من المسائل اللي في آخرها في الامتحان. إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد. شكرا للمشاركة، والسلام عليكم ورحمة الله.